أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم من منطقة جبل الزيتون، راح أتكلم عن ظهورات المسيح. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل. أهلا أحبائنا مشاهدينا من القدس أورشليم، راح أتكلم عن ظهورات المسيح. العديد من هذه الظهورات حدثت في هذه المدينة، ولا سيما وراء جبل الزيتون. صعد يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون أمام عيون التلاميذ، أمام عيون الجميع. وقد قال يسوع للتلاميذ أن يذهب إلى أورشليم ولا يبرح إلى أن يلبس قوة من الأعالي. بعد ما صعد يسوع المسيح رجعوا إلى التلاميذ، وطبعا هذا كان دليل وبرهان قوي جدا على مصداقية القيامة. مش بس شافوا أن المسيح قام من الأموات، ولكن رأوا المسيح حيا صاعدا إلى السماء. ابقوا معي حتى أواصل حديثي بعد هذا الفاصل. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم: سلام لكم. ولما قال هذا أراهم يديه وجنبه. ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فقال لهم يسوع أيضاً: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. أما توما أحد الاثني عشر الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في مكانها ويدي في جنبه فأنا لا أؤمن. وبعد ثمانية أيام كان تلاميذه أيضاً داخلاً وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم، هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي. وهات يدك وضعها في جنبي. لا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. ربي وإلهي. لأنك رأيتني يا توما آمنت. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات كثيرة
صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه. أهلاً أحبائنا مشاهدينا، بواصل حديثي عن موضوع ظهورات يسوع المسيح. قلنا أن ظهورات المسيح تعتبر واحدة من أهم الدلائل والبراهين أنه هزم القبر وقام من بين الأموات، وهو حي يظهر للتلاميذ. مثل ما ذكرت من قبل أنه المسيح مات فعلا، وأن القبر فارغ، وأن المسيح حي إلى أبد الآبدين، وأنه قام ولمدة 40 يوما أرى نفسه ببراهين حية للعديد من التلاميذ، فظهر لمريم المجدلية، وظهر للمريمات الأخريات، ظهر لتلميذي عمواس، ظهر للتلاميذ مرتين هنا في العلية، وظهر على بحيرة طبرية، وظهر أيضا بعد القيامة وبعد الصعود لاستفانوس، وظهر أيضا لبولس الرسول، وفي سفر الرؤيا ظهر ليوحنا الرائي، يوحنا الرسول تلميذ المسيح. فواضح من كل هذه الظهورات أن هؤلاء الشهود شافوا يسوع بأم عيونهم، والتغيير الجذري اللي حدث في حياتهم من حياة الخوف، من حياة الشكوك وعدم التصديق وعدم الإيمان، إلى الجرأة وإلى الشجاعة وإلى اليقين وإلى الاستعداد بكل أنواع التضحية من أجل يسوع المسيح. فقد رأوا المسيح الحي المقام من بين الأموات، وهذا يعتبر دليل مهم جدا جدا. رأوا أن المسيح وضعوه في القبر وفي الكفن، وفي اليوم الثالث عندما قام المسيح انسل من الجسد ودخل الأبواب المغلقة في العلية، وهنا أحبائي على جبل الزيتون صعد إلى السماء، أي لم تستطع أي جاذبية أن تمسك يسوع، لأنه عنده جسد ممجد، جسد روحاني، جسد غير يعني مرتبط في هذا الزمن، خارج عن نطاق الزمن. فإذا يسوع المسيح أظهر سلطانه وأظهر مصداقيته وأظهر صدق دعوته وأظهر تصريحاته أنها صادقة بالكامل. وعندما تغيرت حياة التلاميذ، مش بس أنه رأوا المسيح المقام، ولكن أكدوا من الكلمة المكتوبة، من الوحي الكتابي، من تتميم النبوات، أن يسوع المسيح سيقوم بهذا العمل، صعد إلى السماء، سيرجع ثانية، أرسل الروح القدس حتى يجهز التلاميذ لهذه المأمورية العظمى. فإذا السؤال، لماذا ظهر يسوع المسيح؟ ظهر أحبائي ليبرهن قيامة الجسد. يسوع قام بالجسد، وحتى بعد القيامة أكل مع التلاميذ، وتحدى التلاميذ قال جسوني، عظم يعني، لكنه كان جسد ممجد. ومش بس هيك، تحدى توما، قال له تعال يا توما حط إصبعك، فآمن توما ربي وإلهي. فمهم جدا أحبائي ليبرهن قيامته بالجسد. شيء ثاني أحبائي، ظهر المسيح للتلاميذ لتقوية إيمانهم. فالمسيح ابتدأ في إرساليته، في دعوته للتلاميذ خلال فترة 3.5 سنين كان معهم، والآن البرهان والدليل الساطع أنه حي أمامهم وقوى إيمانهم. قال يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. والمسيح صرح أيضا أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. فموضوع القيامة بالجسد قوى إيمان التلاميذ، عزز ثقتهم،
وجعلهم ينطلقون بقوة الروح القدس بشجاعة بدون أي خوف، مستعدين أن يموتوا ويضحوا بحياتهم من أجل يسوع المسيح. ثم أحبائي شيء ثالث، القيامة أظهرت مصداقية رسالة وإرسالية المسيح. فالمسيح جاء من السماء وتجسد وأخذ جسد إنسان كامل، إنسان كامل بلا خطية، وصرح تصريحات عديدة، أنا هو. ومش بس صرح أنا هو، مصداقية إرساليته أحبائي أنه جاء من السماء وكان مبرهن بآيات وعجائب وقوات، ومبرهن أيضا بقوة القيامة. وأيضا هذه المصداقية أثبتت رسالتها وإرساليتها من خلال ظهوره للتلاميذ. شيء رابع أحبائي، المسيح حافظ على وعده أنه سيقوم في اليوم الثالث، فرأوا أنه فعلا يسوع المسيح قام في اليوم الثالث، وهذا يعتبر تأكيد وأثبت طبعا كل شيء. التأكيد مش بس أنه قام وأنه ظهر وأنه صعد إلى السماء، وفي السماء رح تكمل خدمته، رح يكون وسيط ورح يكون الشفيع، ولكن أيضا وعد بإرسال الروح القدس. أحبائي ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير. أهلاً أحبائي، من جبل الزيتون وعد يسوع المسيح أنه سيرسل الروح القدس المعزي الشفيع، ويكون الملازم بحياة التلاميذ حتى يجهزهم لإرسالية عظمى ومجيدة جداً. ثم أحبائي ظهر يسوع المسيح لشرح الملكوت الجديد، يعني مكتوب أرى نفسه براهين حية، وكان يشرح لهم عن الملكوت الجديد. هذا الملكوت قال يسوع عنه: مملكتي ليست من هذا العالم، ها إن ملكوت الله داخلكم. هذا الملكوت يبتدئ بتتويج المسيح ربا على الحياة والكيان، وهذا الملكوت ينمو مثل شجرة وارفة تتآوى إليها كل طيور السماء. الملكوت يمتد إلى كل أنحاء الأرض، إلى كل شعب، إلى كل أمة، كل قبيلة، إلى كل لسان. شيء آخر، ظهر يسوع المسيح ليشرح الهدف من مجيئه. طبعا احنا قلنا كان الهدف أن يعمل مشيئة الآب الذي أرسله، ثم أيضا شرح للتلاميذ وفتح أذهانهم، شرح أن الكتب ونبوات العهد القديم هي بالحقيقة كلها كانت بتتكلم عن شخصه المبارك. ففي هذه الفترة أنه كان يشرح عن الملكوت الجديد، وكان بيشرح عن الهدف من تتميمه لنبوات العهد القديم. طبعا شيء آخر، ظهر المسيح للتلاميذ ليؤكد اختياره ودعوته للتلاميذ ليكونوا شهود. وهذا أحبائي حدث على جبل الزيتون، قال لهم: تنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. فهذا كان تأكيد لاختياره ولدعوته أن يكونوا شهود. ومع الشهادة أيضا أعطاهم، ظهر المسيح ليعطيهم المأمورية من خلال سلطانه الفائق، قال: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر. هذه المأمورية العظمى، قال: اذهبوا بسلطاني ومتعهم بحضوره
وأيضا هذه الآيات كانت تتبع المؤمنين، فكان يؤيد الله الكلمة بالآيات التابعة. هذه المأمورية العظمى لخلاص كل العالم. شيء آخر أحبائي، ظهر المسيح لكي تكون الشركة الأخيرة معهم، ليمكن محبته لهم وغفرانه لهم وحضوره معهم. خلي بالك، اللي أنكر واللي هرب واللي شك واللي ما كانش عنده تصديق، ففي ظهوره للتلاميذ أثبت إنه ما تركهم، إنه أحبهم كما قال حتى المنتهى، وإنه استمر يستخدم التلاميذ في كل هذه الفترة. يعني تعامل مع نفسياتهم، أنقذهم، خلصهم، واعطاهم أن يعيشوا حياة النصرة. الجدير بالذكر أحبائي أن ظهورات المسيح هو الجسر بين الأناجيل وسفر أعمال الرسل، وهذا إن دل على شيء بدل انتصار المسيح على الموت. في هذا الظهورات المباركة أحبائي أكدت وبرهنت على هوية يسوع المسيح، برهنت لاهوت المسيح، برهنت أن المسيح هو المسيا المنتظر، برهن على محبة المسيح، على دعوة المسيح، على مصداقية المسيح. هذه الظهورات أعطت نوع من الضمان، من الأمان، من الإطمئنان، من اليقين، من التأكيد أن المسيح معهم، كما قال: ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. أهلا أحبائنا مشاهدينا من منطقة بحيرة طبرية الجميلة. أريد أن أكمل حديثي عن ظهورات يسوع المسيح، واخترت هذا المكان. هذا كان مكان محبب على قلب المسيح، خدم تقريبا سنتين في هذه المنطقة، يعلم ويصنع المعجزات ويبارك الناس وأيضا يتلمذ التلاميذ. هذه المنطقة تشهد عن أحداث كثيرة ليسوع المسيح. بحيرة طبرية أو بحيرة الجليل، تسمى بحيرة جنسرات أو بحيرة كنيرت أو بحيرة يسوع. البلدة اللي أنا موجود فيها المجدل، بلد مريم المجدلية اللي أخرج منها 7 شياطين وتبعت يسوع وكانت تلميذة للرب يسوع، وأيضاً كانت معه عند الصلب وشاهدة لقيامة يسوع المسيح. فحلو ان احنا في بلدها عم نتكلم عن الشهود، عن ظهورات يسوع المسيح وعن الشهود وتأكيدات القيامة من خلال ظهورات يسوع المسيح. لكن اخترت بحيرة طبرية في هذا الجزء لأن الرب يسوع طلب من التلاميذ أن يسبقوا إلى الجليل، وعند بحيرة طبرية كانت مكان الدعوة الأولى، وين الرب يسوع دعا التلاميذ. وطبعا التلاميذ كانوا بينتظروا يسوع المسيح، فقال بطرس: أنا ذاهب لأتصيد. وراح مع بطرس 6 تلاميذ، تعبوا كل الليل ولم يصطادوا شيئا. في الصباح الباكر ظهر يسوع المسيح للتلاميذ. لأول وهلة ما عرفوا الرب يسوع المسيح، ولكن يوحنا الحبيب أدرك أنه يسوع المسيح. فكان سؤال المسيح للتلاميذ: ألعل عندكم طعاما؟ أجابوه: لا. فقال: ارمي الشبكة إلى الجهة اليمنى. وفعلا عندما رموا الشبكة للجهة اليمنى
صادوا سمك كثير، ويقول الكتاب اصطادوا 153 سمكة كبيرة. وعندما أدرك يوحنا قال هو الرب، وعندما سمع بطرس أنه الرب طبعا نزل في البحر لأنه كان عريان، وطبعا جروا الشبكة ووجدوا يسوع عم بحضر وجبة لهم من سمك وخبز، وقال قدموا من اللي اصطدتوا. ولكن هذا اللقاء مهم جدا، مع أنه المسيح ظهر لبطرس أولا، ولكن هذا الظهور الخاص لتأكيد دعوة التلاميذ ولتأكيد مصداقية محبة المسيح للتلاميذ. وفي معاملة خاصة كانت لبطرس الرسول عند البحيرة. سأل يسوع بطرس: يا سمعان بن يونا، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ أجاب بطرس وقال له: يا رب، أنت تعلم إني أحبك. قال: ارعى خرافي. هذا اللقاء طبعا انتهى بكلمة اتبعني، مع إنه من الأول وهلة تابعوا الرب يسوع وتركوا السفينتين والسمك أول مرة، وفي هاي المرة كمان أكد المسيح على الاتباع. ولكن لأنه بطرس أنكر المسيح، ولأنه بطرس قال في العلية أمام التلاميذ: وإن شك فيك الجميع أنا لا أشك. فإذا خطية القائد مهم جدا أنه يتعامل معها الرب يسوع المسيح. الرب يسوع أراد أن يرد اعتبار بطرس كرسول، لأنه قال له من قبل: أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح الملكوت. فإذا الله لا يفشل ولا ييأس من أي شخص، ولكن مهم جدا أمام التلاميذ الرب عاوز يسترد اعتباره، عاوز يسترد كرامة بطرس أمام التلاميذ، عاوز يسترد رسولية وخدمة بطرس الرسول كرعاية. ولاحظ هذه المرة لم يسألوا من الآن تصطاد ناس، لكن سألوا أتحبني؟ فالمحبة أولا، والشخص المليان محبة لابد أن يخدم المسيح. وفعلا الرب استرد اعتبار بطرس، وبطرس أصبح واحد من عمالقة الكنيسة، والله استخدمه بفتح أبواب كثيرة أمام اليهود، أمام السامريين، وأمام الأمم. ولكن هذا اللقاء اللي حدث عند بحيرة طبرية كان ضروري جدا لكل التلاميذ حتى يأكد محبته ودعوته وإرساليته للتلاميذ، وحتى يتعامل بشكل خاص مع بطرس الرسول. فمحبة الله محبة غير محدودة، محبة الله غير مشروطة، هدف الله هدف واضح، غفران الله غفران كامل. فالمسيح غفر لبطرس، وأمام التلاميذ الرب اعتبار بطرس ومكانته أمام الرسل، وهذا مهم جدا. فإذا هذا اللقاء عند بحيرة طبرية كان لقاء مهم، وما منعرف المدة الزمنية اللي قضاها يسوع في حول بحيرة طبرية وهو يظهر للتلاميذ، ولكن نعرف أنه على أحد جبال الجليل برضو أعطاهم المأمورية العظمى: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فكان هذا اللقاء مهم جدا في المكان اللي دعاهم أولا، اختتم الدعوة عند بحيرة طبرية. أهلا أحبائنا مشاهدينا، سواء ظهورات يسوع المسيح في أورشليم وحول أورشليم مثلا في منطقة عمواس، أو صعوده إلى السماء أمام التلاميذ،
فالظهورات برهنت على مصداقية المسيح، برهنت على مصداقية القيامة، برهنت على مصداقية دعوته للتلاميذ. وهنا على بحيرة طبرية رأينا ظهور المسيح للتلاميذ كأنه يريد أن يعبر ويقول إن غفران الله غفران كامل، محبة الله محبة غير محدودة، هدف الله واضح يعني كل الوضوح. فالمسيح عندما يبتدئ عمل صالح لابد أن يكمل. فالتلاميذ أخذوا القوة، أخذوا الاعتبار، اتأكدوا من قيامة يسوع المسيح، وعندما رجعوا إلى أورشليم من جبل الزيتون رأوا صعود يسوع المسيح، ورجعوا إلى العلية كما أوصى يسوع أن لا تبرحوا أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ولما امتلأوا من الروح القدس خرجوا وجالوا مبشرين في كل أنحاء الأرض. الشيء اللي بيذهلني أحبائي واللي بيعجبني في شخصية يسوع محبته غير المحدودة. تخيل معي لو بطرس موجود في أيامنا هكذا لكانت الدنيا كلها بتفضحه وبتشرح فيه، ولكن نشكر الله إنه يسوع جاء ليشفي القلوب المنكسرة، جاء ليعصب القلب الجريح، رد اعتبار بطرس. الله لا ييأس، الله لا يفشل منا. وأحيانا إذا إحنا فشلنا الفشل هو ليست نهاية كل شيء، الله أحيانا بيستخدم الفشل حتى نتسلق سلم المجد. وشيء آخر عاوز أقول، يمكن بعض الأشخاص بمروا في ظروف صعبة عاوزين ينهوا كل شيء، حتى البعض بفكر إنه يبتعد عن الإيمان، وحتى بعض الخدام يمكن بفكروا إنه يتركوا الخدمة. عاوز أقول شيء مهم، إن خطة الله لا تنتهي عند فشل الإنسان. ومين منا كامل أحبائي؟ كلنا نحتاج إلى نعمة الرب، ولكن نشكر الله من أجل عمل الروح القدس اللي بيقودنا إلى يسوع المسيح. والمسيح بيعصب جراحنا وبيكسر، يعني بيشفي كسرنا وبيجبرها أحبائي. فخطة الله ما انتهت حتى لو فشلنا، لأن الله عنده مخطط رائع لحياتك. أريد أن أقول لك إنه في رجاء بيسوع المسيح. فالظهورات شددت إيمان التلاميذ، واليوم إحنا يمكن منشوفش يسوع بالعيان، لكن بالروح القدس نستطيع أن نختبر حضوره في حياتنا، وبقوة وسلطان كلمة الله نستطيع أن نتشبه بالمسيح ونقترب منه. وهذه الكلمة التي تنغرس في قلوبنا نستطيع أن نؤثر على الناس فيروا المسيح فينا، كأنه المسيح بيظهر فينا عندما نتشبه بالمسيح. ظهورات المسيح أكدت على قيامة يسوع المسيح، وهذا إن دل على شيء إنه المسيحية مبني على أساس متين، مبني على قيامة يسوع المسيح. خليني أقول الآية في النهاية، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. أعطي حياتك ليسوع المسيح والرب يباركك.